حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم درنا واحد البيكنيك حدا شلة، بغيت نشاركها معكم. جينا مع العائله، المكان زوين رائع ما شاء الله، الدنيا نقيه ما عمرهاش بزاف، الغازون غزال مع كان هاد الايام ديال الكونفينمون خلاو الناس ترونكيل، يعني جا غزال ما شاء الله، نقي 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 نظيف، والبلاصه المكان سيكوريزي. جبنا معنا حنا واحد البريريت ديال اتاي، درناه في ترموس، جبنا لي غاليت ديال السميده، وجبنا شويه ديال المكسرات، مكسرات ولا المكسرات، جبنا شويه ديال لي زاميز بوش. صافي خلينا الوليد الصغير كيلعب، صراحه منظر غزال. هذا السور ديال حدا الوزارات، حدا حسان، الناس اللي ما كيعرفوش هذا السور ماشي كله على لو بالي رويال، قصر الملكي داخل كاين حسان، كاين مدينه الرباط هنا، سالا تو دغوا داك داك الدويوه اللي كتبان، هذاك بورغراك هنا، نهر ابي رقراق كيبان من هنايا شويه. واخا دابا قريب المغرب ما شاء الله، الجو غزال زوين ترونكيل. الباب ديال الشلة ها هو هذا، من هنا مسدودة، إذن سفرمي. الناس بعدا محتارمين المسافة بين الأفراد. يوبي أنا هبط أنا في الغازون، خصكي تكون شي حفيرة. الله يلا مع الغازون ارتاح، هاد 4 شهور ما شاء الله ولا بحال الزريبية. شوفوا ما شاء الله، شوفوا غير واحد السقيوة. الوليدات عاجبهم الحال، انا ما بغيتش نصور الوليدات الصغار حيت كنت درت واحد لا فيديو حيدو عليا اليوتيوب، تشكاو مني. دونك غادي نصور الوليدات، لا فامي راهوما حتى هما مبغاوش يتصورو. صراحة راحة لله هنايا،
كاين هنا واحد لو كورون دير رافريشيسون كيخليك تنفس بعدا مزيان. اما هاد الايام هاد الاسبوع ما شاء الله الحراره كانت جد مرتفعه. اوب انا غير هاديه كنتكور هنايا، خاف تكون شي حفيره ولا شي حاجه. على الغازون ما شاء الله شي رجلي حتى انا عارقه حيت قريب للدار جاي عاد تينكلا حفص الطريقه. الله على الغازون تبارك الله. فرشنا غير واحد الحاجه خفيفه باش الجسم حسينا بحال جالسين في شي ان تابش. انا غير غادي كنطاطوني وصافي. ليلى فضاء شاسع للنزهه، يلا اجيو ديروا النزهه، جيبوا لي ساندويتش اجيو تغداو هنايا. حنا جبنا غير البوتي. يوبي اوه خايفة غير تكون شي حفرة تحت الغازة. او ماي جاد كاين شجيرات تخي جولي، دي زوندوا ما بغيتش نصور باسكو كاينين الناس. صراحه ما نكرهكمش تجيو دير واحد الغديوه هنايا، ولكن اللي سالا يجمع لي زوردور ديالو، ما يخليش داكشي فوالا ما كيسقف، ما يخليش داكشي ملاوح باسكو الفضاء النقي يعني نخليوه نقي. ما كيسقيو سيغمون كاين دايرين لنا الكوتاكوت. نتمنى ان شاء الله الفضاء يعجبكم وتجيو تزوروه، تجيبوا معكم شويه ديال الشوا ولا ساندويتش وتجيبوا الوليدات ينقزوا هنايا ما تخافوش عليهم. لا سيغون بكت راه هنا متواجده، مشاو دخلوا ينعسوا فحالهم يمكن هنا داخل السور في قلب شاله. يلا احبابي في الله الى اللقاء، وصل علينا الليل. تحياتي لكم، ما تنسوناش من لايك ابوني، ما تنسوناش من البارتاج ان شاء الله باش توصل وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. الى اللقاء.